بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سادة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تيست 9 on unit 5 من كتاب المعاصر. هنحل امتحان التاسع على الوحدة الخامسة من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ يا حبايبي، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو فاتكوا اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت، ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة 6 من كتاب المعاصر، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب. ونبدأ على طول، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال: listen and circle، يعني استمع وضع دائرة. Number 1: she takes medicine twice a week، يبقى letter A. Number 2: maybe it's getting cloudy، letter B. Number 3: how is your sister، letter A. Number 4: how often do you feed the birds، letter B. بعد كده listen and complete، استمع واكمل كلمة اللي بتسمعوها تكتبوها في النقط. عندنا ديالوج حوار بين كمال ومستر سامي. كمال بيقول لمستر سامي: هاي مستر سامي، مرحبا يا مستر سامي. رد عليه مستر سامي وقال له: هلو كمال، مرحبا يا كمال. هاف اسيت، تفضل بالجلوس. هاو از يور فاميلي، كيف حال عائلتك او اسرتك؟ يبقى أول كلمة family. رد عليه كمال وقال له: they are fine، إنهم بخير. but my sister has the flu، ولكن أختي مصابة بأنفلونزا أو تعاني من أنفلونزا. بعد كده مستر سامي قال له: I am sorry to hear that، أنا آسف لسماع ذلك. is it serious، هل الحالة خطيرة؟ رد عليه كمال وقال له: no it isn't، يعني لا ليست خطيرة. she is doing better today، هي تتحسن اليوم. بعد كده مستر سامي قال له: good، يعني يعني حسن او جيد. يبقى اول كلمة نكتبها family، تاني كلمة flu، تالت كلمة serious، رابع كلمة better. بعد كده choose the correct answer from A B C or D، اختار الاجابة الصحيحة. number 1: she bakes bread once a day، هي تخبز الخبز مرة في اليوم. number 2: a pest is someone who bothers people، يعني الشخص المزعج هو اللي بيضايق الناس او الاشخاص الاخرين. تاني: a pest يعني الشخص المزعج is someone who bothers people، هو الذي يضايق الناس او الاشخاص الاخرين. بعد كده I'd better، من الافضل go home. احنا قلنا بعد هاد بيتر ياتي الفعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى ايت بيتر جو هوم. نشوف الصفحه اللي بعد كده. نمبر 4: هاو اوفن داز شي فيزيت ا ميوزيوم. قلنا في السؤال ياتي الفعل في المصدر، لما يكون في داز او دو او ديت في السؤال لازم الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات. نمبر 5: شي از دوينج بيتر توداي، هي تتحسن اليوم. نمبر 6: هاو اوفن do you give a speech، يعني كم مرة تلقي خطاب أو كم عدد المرات اللي بتلقي فيها خطاب. number 7: to help me with my problem my mother أمي tells me to be patient، يعني أمي أخبرتني أن أكون صبور. number 8: I take medicine twice a day، أنا بأخذ الدواء مرتين في اليوم. بعد كده بقولي circle the odd word and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة. number 1: عندنا February March Monday December، كلهم months شهور ما عدا Monday، عبارة عن يوم من أيام الأسبوع. يبقى نعمل على Monday circle دائرة ونكتب May، شهر مايو. number 2: eat with write follow، كلهم فيربس افعال ما عدا ويز، نعمل عليها سيركل دائره ونكتب درينك. نمبر 3: summer rain winter spring، فصول السنه ما عدا رين، نعمل عليها سيركل دائره ونكتب فول، فصل الخريف. نمبر 4: crazy speech old cloudy، كلهم adjectives صفات ما عدا speech، نعمل عليها دائره ونكتب hot. نمبر 5: dance once twice three times، كلهم عبارات
ظرفية ما عدا دارس، نعمل عليها سيركل دائرة ونكتب four times، بعد كده read the passage and answer the questions. وقول لي on Thursday يعني يوم الخميس there was a baking class in our school. علياء يعني علياء made an apple pie يعني عملت فطيرة تفاح أو صنعت فطيرة تفاح. the next day في اليوم التالي she took the pie هي أخذت الفطيرة some pineapple juice وبعد عصير الأناناس and a cone of ice cream ومخروط من الآيس كريم and went to the park وذهبت إلى الحديقة. she ate played and took a nap near the lake يعني هي أكلت ولعبت وأخذت غفوة بالقرب من البحيرة. she fed the birds هي أطعمت الطيور. بعد كده and hurt her finger وطبعا finger بمعنى صابع أو إصبع اليد يعني صابعها أصيب. بعد كده but ولكن it wasn't serious الحالة ما كانتش خطيرة. she went back home and she was happy هي رجعت للبيت وكانت سعيدة. بعد كده علياء يعني علياء baked نقط on Thursday هنقول an apple pie يعني هي خبزت فطيرة تفاح هتبقى an apple pie يعني فطيرة تفاح. number 2 the next day في اليوم التالي she went to the park هي ذهبت إلى الحديقة. نشوف الصفحة اللي بعد كده answer the following questions يعني أجب عن الأسئلة التالية what did she feed يعني ماذا هي أطعمت هنقول she fed the birds هي أطعمت الطيور زي ما قلنا في القطعة. number 4 where did علياء يعني علياء take a nap يعني أين أخذت علياء الغفوة أو القيلولة هنقول she took a nap هي أخذت غفوة near the lake بالقرب من البحيرة near the lake يعني بالقرب من البحيرة. بعد كده write a paragraph اكتب paragraph of 7 sentences من 7 جمل عن ايه about at the park يعني عن المنتزه او الحديقة. هنبدأ بقى نكون جمل هنقول مثلا there is a park near my house يعني يوجد حديقة بالقرب من منزلي. I go to the park with my family انا اذهب الى الحديقة مع اسرتي او مع عائلتي. There are a lot of trees يعني يوجد فيها الكثير من الأشجار. We have lunch there نحن نتناول الغداء هناك. We drink juice too ونشرب عصير أيضا. We play football نحن نلعب كرة القدم. بعد كده The park is clean يعني الحديقة تكون نظيفة. We have a good time there يعني نحن نستمتع بوقتنا هناك. بعد كده rearrange الترتيب. number 1 عبارة عن سؤال بيبدأ بـ how often. how often بمعنى كم مرة أو كم عدد المرات. تبقى how often do you take medicine قلنا أول حاجة كلمة استفهام how often بعد كده فعل مساعد do بعد كده فعل you بعد كده فعل أساسي take وبعد كده باقي السؤال medicine يبقى how often do you take medicine يعني كم مرة بتاخد فيها الدواء. number 2 عبارة بقى عن جملة فيها عبارة ظرفية I get a haircut twice a month على حسب بقى الوقت اللي موجود عندنا. هنا I get a haircut twice a month يعني أنا أحصل على قصة شعر مرتين في الشهر. بدأنا بالفعل وبعد كده الفعل get وبعد كده النون اللي بيجي مع الفعل a haircut وبعد كده العبارة الظرفية twice a month. بعد كده بنكتويشن على علامات الترقيم إلى I في it وفي الآخر full stop. نمبر 2 هننزل السي كابيتال زي ما هي الاي الضمير اي في اي مكان في الجمله بننزله كابيتال وفي الاخر الكويستشن مارك علشان ده سؤال. وبكده يا احباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.